أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا إنا أنزلناه قرآنا عربيا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك رب ويعلمك من تأويل الأحاديث، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل، إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته، لقد كان في يوسف وإخوته وإخوته آيات للسائلين.
يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Kalau diwasolkan mubinik qutulu, tambahkan nun wikoya. Tetapi kalau menjadi awal bacaan, kita tambahkan harokat dhammah uqtulu. Uqtulu Yusufa awi tarahuhu arda. أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. Ini ada bacaan ismam, yaitu menggantikan harokat dhammah menjadi isyarah memonyongkan bibir ke depan. Asalnya manunna menjadi manna, hanya isyarah monyong bibir dari harokat dhammah, tetapi bacaannya tetap manna. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ini mansilah qasira, panjang dua ketukan. Ala Yusufa wa inna lahu lanasihun.
Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab. Wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Qala inni layahzununi antadhhabu bihi wa akhafu ayya kulahu dhibu wa antum anhu ghafilun. Qalu la'in akalahu dhibu wa nahnu usbah. Qalu la'in akalahu dhibu wa nahnu usbah wa nahnu usbatun inna idhal lakhasirun. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. صَدَقَ اللَّهُ.